بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله الحلقة رقم 50، قانون حساب الحجم. ده الدرس الخامس في الوحدة الحداشر، ودرس مهم جدا. الدرس ده موجود حاليا في سنة ستة، ولكن المنهج القديم. انتوا بعد التعديلات والتحديثات في المناهج بقى الدرس ده موجود في سنة خمسة، بيتكلم على ازاي اجيب قانون الحجم. يلا نشوف كده مع بعض من خلال المجسم اللي قدامنا ده. شايفين المجسم ده؟ اه شايفينه. الخط اللي ماشي افقي ده مين ده؟ ده الطول. والخط اللي داخل لجوه كده ده بيمثل مين؟ العرض. اما العلو، خدت بالك انا بقول ايه؟ العلو، من تحت لفوق. كلمة دي دايما نسمعها عند مين؟ عند النجار، يقول العلو. الراجل مبلط السيراميك وهو بيبلط الحمام يقول لك العلو. العلو باللغة العربية اسمه ايه؟ الارتفاع. يبقى اللي ماشي كده طول، واللي ماشي كده عرض، واللي طالع لفوق ارتفاع. طب كم وحدة أفقية؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. يبقى الطول 4 وحدة. طب العرض؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3. يبقى العرض 3 وحدة. طب والارتفاع؟ ادي 1، ادي 2، 2 وحدة. يبقى انا كده قدرت احدد مقاس الطول والعرض والارتفاع. طب لو انا جيت قلت لك انا عايزك تجيب لي حجم متوازي المستطيلات، تقول لي سهله جدا، الحجم فوليوم في. نضرب مين؟ الطول اللي انا قسته في العرض اللي انا قسته في الارتفاع. لينث في ويدث في هاي، اهو طول في عرض في ارتفاع. يبقى انا لو عرفت مقاس ده ومقاس ده ومقاس ده وضربتهم في بعض، يبقى انت جبت حجم متوازي المستطيلات. طب دي طريقة. طريقة تانية؟ اه طريقة تانية. ولد قال الطول بـ4، ماشي، هي هياها، ما احنا عدينهم 4 هنا. قال والعرض 3، قلت له ماشي، ما احنا عدينا 3. قال لي انا مش هسمع كلامك يا مستر حامد، مش هضرب طول في عرض في ارتفاع. امال هتعمل ايه يا حبيبي؟ قال لي انا هضرب الطول في العرض بس، 4 في 3 بس بـ12. طب وبعدين يا حبيبي؟ قال لي واللي يطلع اضربه في العلو والارتفاع في 2، يبقى 4 في 3 بـ12، ويرجع يضرب في 2، يبقى جاب الحجم كام؟ 24. والتمييز ايه يا ولاد؟ وحدة مكعبة. دي اجابة الولد اللي خد الطول مع العرض لوحدهم. طب اللي ضربهم الثلاثة في سوا، طب ما هيقول 4 في 3 بـ12 في 2 برضه بـ24، والتمييز وحدة مكعبة. وما هي نفس الإجابة يا حبيبي؟ قال لي لا، نفس الإجابة. آه، ما هي الإجابة مش هتختلف، بس أنت استعملت قانون الطول في العرض في الارتفاع. قلت له أمال أنت عملت إيه؟ قال لي أنا ضربت الطول والعرض ووقفت، وعنوانهم مساحة القاعدة، وبعد كده ضربت في الارتفاع. قلت له ما هي هي، لأن الطول والعرض سوا اسمهم مساحة القاعدة. يبقى الولد ده عايز يوصلنا لإيه؟ إن في قانونين، طول في عرضي في ارتفاع ادي 1، مساحة القاعدة في الارتفاع ادي 2. وفي الحقيقة هما الاتنين زي بعض، بس ده مجمد ده مجمد وده فكة. طب يا ابني انت عايز تحفظنا القانونين ليه؟ قال لي افرض ان الراجل جاب لك مساحة القاعدة، يبقى انت ما تعرفش تقول طول في عرض في ارتفاع. قلت له كلامك صح. تعال نشوف المسائل. شايف دي؟ اه شايفه. عد كده الطول بتاعه كام وحدة؟ عدينا. طلعوا كام؟ طلعوا 5 سنتي. طب والعرض؟ 2 سنتي. طب والعلو والفوق؟ 2. طب ازاي نجيب الحجم؟ اضربهم في بعض، 2 في 2 بـ4، 4 في 5 بـ20، وتمييز الحجم سنتي مكعب. خلصت المسألة. طب نيجي لدي، ادي 1، ادي 2، ادي 3، يبقى الطول 3. طب العرض؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، يبقى 3. طب الارتفاع لفوق؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، برضه 3. 3 3 مرات بـ27 سنتي مكعب. نيجي لدي، قيس الطول كام؟ تلاقي 2. قيس العرض كام؟ تلاقي 2. يبقى 2 طول و2 عرض. اطلع لفوق، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، يبقى 4. 2 في 2 بـ4، و4 في 4 بـ16. يبقى انا كده علمتك تجيب حجم المجسم بقياس الطول والعرض والارتفاع. تعال نشوف دي. اللي فاتت كان مبين لي بطنها. يعني ايه مبين لي بطنها؟ يعني جايب لي المربعات من الداخل باينه لك. طب بص لدي، المربعات اللي جوه مش باينه، ولكن عندي بعد 2 3،
بقول احسب مين؟ احسب الحجم. يبقى هنقول نمرة ألف، نجيب الحجم إزاي؟ نضرب التلات أبعاد. مين هما التلات أبعاد؟ الستة في التسعة في التمانية، وتطلع الإجابة بالسنتيمتر مكعب. جميل. نيجي لشكل ب، معايا تلات أبعاد، أدي 1 أدي 2 أدي 3، يبقى نقدر نجيب الحجم. أقول له بسهولة. ليه بسهولة؟ لأن معايا طول وعرض وارتفاع. يبقى نضرب كام في كام؟ 4 في 4 في 14، وهسيبك أنت تتعب شوية وتطلع الناتج سنتيمتر مكعب. نيجي لشكل ج، المستر هنا حل على طول. بص بقى في شكل ج، لقيته بيقول لي المساحة، مساحة؟ آه المساحة كذا، والعلو كذا اللي هو الارتفاع. يبقى التمانية ديك منها من تحت لفوق، يبقى تمثل مين يا عبد الستار؟ بتمثل الارتفاع. يجي عبد الستار يقول لي امال يا مستر حامد فين الطول والعرض؟ اقول له اخصى عليك، ما دام عمه قال لك المساحه يعني ضرب الطول والعرض سوا، يعني دي اجابه الطول والعرض. ايوه. طب لو انا حبيت اكتب قانون اقول له الطول في العرض في الارتفاع، طبعا غلط. امال اقول له مين يا ولاد؟ مساحه القاعده في الارتفاع. احنا اللي هننقي القانون حسب المساله. طب المساحه 20 ونضربها في الثمانيه، سهلا نحط الصفر، واتنين في تمانية ب16، والتمييز سنتيمتر مكعب. يبقى دي ودي مين القانون اللي يناسبهم؟ الطول في العرض في الارتفاع. انما مين اللي يناسب دي؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. على بقى نشوف كده حاجة مهمة، لسه من لحظات قايلين لو عمه سأل على الحجم الطول في العرض في الارتفاع او مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى دي عملية ايه؟ ضرب. ودي عملية ايه؟ ضرب. يبقى لو سأل على الحجم يا ولاد عملية ضرب. فاكرين الفيلم اللي كان بيقول لك هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة؟ فاكرين الفيلم ده؟ اهو ينفع مستر حامد يقول هو كله ضرب ضرب مفيش اسمة؟ لا، في اسمة. فين هي؟ لو عمه سألك على الطول أو سألك على العرض أو سألك على الارتفاع، هنا بقى بالقسمة. إزاي؟ أقول لك أنا حاجة ظريفة قوي. الحجم ده المعلم بتاع الدرس، الحجم ده اسم الدرس، الحجم ده الزعيم بتاع الدرس. طب مين أولاده الثلاثة؟ الطول والعرض والارتفاع. طب عشانه أولاده لو عايزين الحجم بيضرب الثلاثة في بعض يضقشهم. طب لو أنا عايز الطول نشد شرطة كسر. الزعيم فوق، مين الزعيم؟ الحجم. ده محجوز الريسبشن ده بتاعه. طب مين اللي يجي تحت؟ اخوات الطول، العرض في الارتفاع. ادي قانون الطول يا ياسين. طب لو عايز العرض يا سجود، الحجم فوق، ومين اخوات العرض؟ الطول في الارتفاع. طب لو انا عايز الارتفاع نشد شرطة كسر. الحجم ما بيغيرش مكانه، يقعد فوق. طب مين اخوات الارتفاع؟ مين اخوات الارتفاع؟ الطول والعرض. اهو من غير ما نحفظ. يبقى كل ضرب ضرب مفيش شتيمة؟ لا، في اسمة. الطول اسمة بشرط الكسر، والعرض شرط الكسر، والارتفاع شرط الكسر، والحجم فوق، واخوات الزبون ده تحت. طيب افرض يا مستر حامد حضرتك كنت مستخدم القانون ده، حجم متوازي المستطيلات مساحة القاعدة في الارتفاع. اوكي. راح مستر حامد قال لك انا عايز بقى مساحة القاعدة، نشد شرطة كسر، الحجم فوق، وأقول لنفسي مين زميل مساحة القاعدة؟ الارتفاع يا ولاد. تقوم يجي محمد تامر يقول لي اشمعنى دي نفر واحد يا مستر؟ حضرتك كنت حاطط نفرين نفرين نفرين، ليه ده نفر واحد؟ أقول له اخصى عليك تاني، لأن مساحة القاعدة معناها طول وعرض يا ولاد. مساحة القاعدة طول وعرض سوا، يبقى مين المتبقي؟ الارتفاع. طب لو انا عايز الارتفاع ممكن اكتبه غير ده؟ الحجم على الطول في العرض. ايوه، الحجم ونضم الطول والعرض، يبقى مساحة القاعدة. الصفحة دي او الشريحة دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ فيها القوانين اللي هحل بيها المسائل. يلا نشوف مسألة جميلة على البعد المجهول. عمو هنا ادالك الحجم اللي هو الزعيم، اول ما اقول لك الحجم بكذا يبقى الزعيم موجود. طب واداني كام بعد؟ بعدين، اختين حلوين هناء وشيرين، وبيسأل على البعد الثالث. نجيب البعد الثالث ازاي؟ اعلمك.
هتكتب كده العنوان البعد الثالث وتشوط في الجون على طول شرطة كسر. مين الحجم؟ الـ96 تقعد فوق. طب مين اللي تحت؟ الستة في أربعة تقعد تحت. كده أقدر أجيب الإيه؟ الإجابة لها طريقتين، يا إما تقعد تختصر يا إما تطلع إجابة اللي تحت وتقسم. ولا قال أسيب الـ96 وستة في أربعة بـ24، وبعدين يا حبيبي هتطلع الإجابة إزاي؟ قال لي أقسم دي على دي هيطلع لي أربعة، التمييز بالسنتي. طب ليه سنتي؟ لأن البعد طول مش سنتي إيه مكعب. طب واحدة كمان، يلا نغير لون القلم. عمو ادالك مين؟ الحجم. وادالك أختين حلوين هناء وشيرين، وبيسأل على البعد التالت. خدت بالك بقى؟ يكون البعد اللي ناقص تحت أو بالجنب أو لفوق ما تفرقش. يبقى المستر هيكتب إيه دلوقتي؟ المستر هيكتب البعد التالت، ومن غير بقى بتعب نفسي وأقول طول وعرض وارتفاع. مين اللي فوق؟ المعلم. مين المعلم؟ الـ700. مين الأختين الحلوين؟ الـ10 في الـ5. جميل. طب عايز أجيب الإجابة يا مستر حامد، نحذف إيه يا ولاد؟ زيرو مع الـ10، ما الـ10 كأنها زيرو. حذفت زيرو مع مين؟ مع زيرو. وأقسم الـ70 على الـ5، الـ7 فيها 5 واحدة وتبقى 2، تقف جنب الزيرو يبقى 20، على الـ5 فيها الـ4، والتمييز بالسنتي. نغير لون القلم وناخد واحدة تالتة. عايز البعد التالت، وعطيلك مين؟ عطيلك الحجم. الزعيم موجود، عنوان الدرس موجود، المعلم موجود، حاجز الحتة اللي فوق يبقى فوق 210 يا محمد. طب ومين اللي تحت يا يوسف؟ الأختين الحلوين هناء وشيرين. مين هم؟ الـ7 في الـ5. طب عايز أجيب الإجابة، لو أنت شاطر شوف كده اختصارات. حد يقبل؟ آه دي يا مستر 21 تقبل على السبعة، على السبعة فيها الواحد، على السبعة فيها الثلاثة وتبقى زيرو، يبقى 30، 30 على الخمسة فيها الستة، والتمييز بإيه المرة دي؟ بالمتر. ليه يا مستر متر؟ لأن ميم ميم. طب ليه هنا سنتي؟ سين ميم سين ميم. شفت إزاي ببص للمسألة؟ واحدة كمان، بقول لي جايب لك 3 مجسمات، 3 علب مناديل، علبة وعلبة وعلبة، تقدر تقول لي مين أكبر حجما؟ دي ولا دي ولا دي؟ قلت له والله ما أعرف، لا دي ولا دي ولا دي. قال لي ليه؟ قلت له يا عم وأنا لسه جبت؟ قال لي طب هات. قلت له أوكي، مش أنت معاك الـ3 أبعاد؟ أيوه. يبقى نضرب الـ3 في بعض يا أولاد، الـ50 في الـ20 في الـ5، ننزل الصفرين، 5 في 2 بـ10، وعشرة في خمسة بـ50، طلعت 5000 سنتيمتر مكعب. نيجي للتانية، نجيب الحجم ازاي؟ الاقي يوسف يقول لي الحق يا مستر. في ايه يا عم يوسف؟ يقول لي ده عطيلك نفرين بس مش 3 زي دي. اقول له اخص عليك للمرة التالتة، طالما ادالك المساحة يبقى ناخد انهي قانون؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى اضرب الـ50 في الـ50 على طول يا يوسف. ننزل الصفرين، وخمسة في خمسة في 25، وبدم بالسنتي يبقى سنتيمتر مكعب. نيجي نجيب التالتة، هنجيب مين؟ الحجم بتاع التالتة. طب ليه بجيب التلاتة؟ عشان أقول له مين الكبير. يلا يا ولاد، معايا كام بعد؟ معايا 3 أبعاد، يبقى نضرب الـ10 في 10 في 15. جميل. ننزل الصفرين، وواحد في 15 ب 15، طلعت 1500. 5000، 2500، 1500، مين الكبير؟ العلبة الأولى. يبقى لازم أرد على الراجل وأقول له إيه؟ حجم العلبة الأولى هو الأكبر. ظهرت إمتى؟ بعد ما جبت الـ3 حجوم للتلاتة. جميل. خلص درسنا اللي فيه شرح على تحديد قانون الحجم، ولسه درس تاني لمسائل الحجوم. يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.